بسم الله الرحمن الرحيم. قادة منابر الإعلام المصري، الجمع الطيب الكريم، إلى مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام في مصر حتى يكون للنقابات المهنية والتي تتعدى دعوة السادة النقباء والنقابات المهنية، وبأشكرهم جميعا. الحقيقة كانت هناك مش سرعة استجابة، لا، كانوا أكثر مني حماسا لقبول الدعوة والاستفاضة الوطني ضد الإرهاب. بالجملة لابد أن نقول كلمة صريحة واضحة، أن الإرهاب والتطرف وقتل المواطنين لا يحل أي مشكلة، ولكنه يعقدهم، فهذا سبيل الخطأ ووسيلة مردودة على أصحابها مهما كانت الأعذار التي يرتكبونها. كلنا على قدر رجل واحد التمني عايزين نحط النقاط على الحروف بوضع عقلي، خطوات تنفيذية، كلنا نبقى عايشين. يعني ايه اتحاد النقابات المهنية أكبر صهيب شعبي في مصر بعد مجلس النواب فيه 24 نقابة، واحنا النهارده بنتعامل على رد فعل وليس منع وقوع فعل. التمييز لازم يكون في قانون التمييز، كل الناس اللي بتطلع تميز وتطلع في الاعلام وتحاول تطلع ان في منع عايش على مسيحيين مش عارف، كل الناس ازاي تطلع، كان لازم يكون في حساب للناس دي كلها. دكتور صموئيل نصيف صليب، امين صندوق النقابه العامه للعلاج الطبيعي. السبب اللي بيحصل كل مره محاوله احداث وقيعه ما بين المسيحيين والمسلمين، محاوله احداث وقيعه ما بين المسيحيين والقياده السياسيه في مصر، احداث وقيعه ما بين المسيحيين والقياده العسكريه والشرطيه في مصر، بس كل ده كله ما بيعملش اي تاثير، لان بالعكس بياخد التاثير العكسي تماما، وكل ما ده العلاقه بتزيد قوه ومتانه. تنقية المناهج أصلا اللي فيها حاجات كتيرة بتبقى بتدعو للتفرقة، إلغاء مناهج الدين والدين المسيحي ودين إسلامي في المناهج من الأطفال، لازم ده كله يتلغي.